اللي فريمون كتعم وحسينا بها وشعرنا بها. وهذه المناسبه هذا الشكر هذا كذلك مرتبط بهذه البادره الطيبه، هذه السنه، السنه لاول مره كيبدعوها لنا، كتبدع لنا اقليم العرائش ومديريه العرائش بكافه المكونات ديالها، وهو تشبيك الموضوعات الجهوي. كنا كنتكلموا على التشبيك الوطني، الموضوعات الوطني اللي خاطنا فيها هذه بضع سنوات، ولكن بادره من هذا النوع هذا وفي مواضيع اللي هي فريمون غايه في الاهميه، وحنا كنعرفوا المجال الرقمي كيفاش هو، كيف صبح واحد الواقع كيف رد ذاته. وبالتالي هي رساله من جميع المديريات الاقليميه اللي كنشكرها جزيل الشكر على التنقل ديالها هنا وعلى المشاركه بكثافه، وهذا كيدل بان كاين واحد النوع من التفاعل الايجابي، واحد النوع من الانسجام بين مكونات المنظومه على مستوى الجهه. ف 28 مبادره، 28 منتوج يكون حاضر على مستوى القصر الكبير اللي جاي من مختلف مناطق الجهه، فهذا ممكن الا نصفقوا له ونصفقوا له بحراره. في الحقيقه مش ما نطولش الاكاديميه الجهويه للتربيه التكوين ممتنه لكم جميعا، وكنشكركم، وكنظن الرساله لباقي المديريات هو انها يختاروا شي موضوع يديروا تشبيك. ومين كتجي البادره، احنا بيرسونيلمون شخصيا ضد ان البادره تفرض، خصها البادره تجي عند الاخر. وبالتالي هنا تكلمنا على الهدف ديالنا جميع. شو هو الهدف ديالنا جميع؟ الهدف ديالنا جميع هو التلميذ والتلميذ، الاطفال ديالنا، الطفلات والاطفال، الشابات والشباب، هذا هو الهدف ديالنا. على الدليل هذا هو الدور ديالنا، إلا ما سعدناهمش راه ما درناش الدور ديالنا. بمعنى أن الطفل اللي كيتعلم يحتاج أنه يشعر بالراحة، أنه يشعر بالسعادة، أنه يشعر بالطمأنينة، أن البيئة اللي تكون محيطة به تكون بيئة آمنة، بيئة محفزة، بيئة مشجعة على الخلق والإبداع.